في فرنسا، حيث دعا وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكي دعا إلى إعطاء اللغة العربية مكانتها اللائقة وتدريسها في المدارس الفرنسية بدءا من المرحلة الابتدائية. وأضاف الوزير أن اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا، ويجب تعليمها للكل وليس فقط لمن هم من أصول مغاربية أو من بلدان ناطقة بالعربية. هناك تطور في تعلم اللغات في المدارس الفرنسية، واللغة العربية لغة مهمة جدا مثلها مثل لغات أخرى كالصينية والروسية. طبعا يجب تطوير هذه اللغات ويجب إعطاؤها مكانة خاصة، هذا ضروري خصوصا بالنسبة للغة العربية التي تعد من أهم اللغات، يجب أن تدرس في المدارس الفرنسية وليس فقط لذوي الأصول العربية. تصريحات الوزير الفرنسي، يبقى السؤال مشاهدينا الكرام، إلى أي مدى ستؤثر دعوة الوزير الفرنسي على الجاليات العربية في فرنسا؟ وهل ستقابل هذه الدعوة بتربص من الجماعات والأحزاب اليمينية هناك؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال اللقاءات التي يجريها مراسلنا في باريس محمد رماش، وسيكون معه ختام المسائية لهذه الليلة. إليك محمد، بالتوفيق. نعم، شكرا لك محمد، وأهلا بالسادة المشاهدين في كل مكان. إذا نعم، يوم الاثنين صباحا الكل تابع هذا التصريح المثير للجدل هنا في فرنسا لوزير التربية الوطنية الفرنسية جون ميشيل بلانكير، والذي صرح بأن اللغة العربية هي لغة قوية ولغة أدبية كبيرة تحتاج فرنسا ويحتاج النظام التعليمي الفرنسي لإدراجها ضمن المواد أو اللغات المدرسة في المدارس، وذلك في كل وجميع المستويات الدراسية. جميع المستويات الدراسية هي الكلمة التي فجرت هذا الجدل القائم حاليا هنا في فرنسا، لأن هذه المستويات تعني إذن تعليم التلاميذ الصغار حتى في مرحلة الطفولة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ثم الجامعي. اللغة العربية حاضرة في فرنسا في الدراسات الجامعية، وأيضا هناك أساتذة مبرزون في هذه اللغة وفي كبريات الجامعية الفرنسية، لكن هذا الجدل فجره خصوصا المنتمون إلى التيار اليميني أو اليميني المتطرف، والذين رأوا في تعليم اللغة العربية تشددا دينيا يهدد فرنسا. أغلب هذه التعليقات التي انتقدت بشدة قرار أو تصريح وزير التربية الوطنية الفرنسية جاء طبعا من طرف اليمين المتطرف الفرنسي ومن طرف زعيمته مارين لوبين المرشحة الرئاسية السابقة، والتي قالت ما الذي ستستفيده فرنسا من هذه اللغة. إذن الجميع يطرح هذا السؤال، ما الذي ستستفيده فرنسا؟ والجواب يأتي بعد تقرير منظمة أو معهد مونتين الفرنسي، والذي يقول بأن تعليم اللغة العربية في فرنسا هو الحل أمام هذا التطرف الديني أو التطرف الإسلاموي على حسب ما يقول هذا التقرير، وتعليم اللغة هو الحد الفاصل بين هذا التشدد الديني وبين المواطنين الفرنسيين، إما المسلمين أو من المواطنين الفرنسيين من أصول عربية. لمعرفة تاريخ اللغة العربية كلغة مدرسة كلغة علمية هنا في فرنسا، أستضيف الدكتور يحيى الشيخ رئيس المركز العالمي للبحوث العربية هنا في باريس، وأيضا الأستاذ المبرز في أكاديمية باريس للغة العربية محاضر وأستاذ أيضا في شؤون الحوار الثقافات. أهلا بك دكتور يحيى، وشكرا على قبول هذه الدعوة. إذن أذكر السادة المشاهدين بأنك أستاذ في جامعة باريس في اللغة العربية محاضر في وتنسق أيضا مع بعض المؤسسات الرسمية الفرنسية، وزارة الثقافة ووزارات أخرى في مادة اللغة العربية، بل وأنت من تسهر على تقديم الامتحانات الرسمية في الجامعات في هذه اللغة، ولديك تاريخ طويل في العمل الجمعوي وأيضا الأكاديمي بين اللغة الفرنسية واللغة العربية وأيضا الثقافة الأوروبية والثقافة العربية. يبدو من خلال إسهاماتك الأكاديمية والفكرية وحسب ما نراه هنا في فرنسا بأن الثقافتين تتعايشان بشكل جيد جدا، لكن ما السبب حسب رأيك في هذا الجدل الذي سببه تصريح وزير التربية الوطنية الفرنسي؟ نعم، أشير أولا إلى أن اللغة العربية دخلت رسميا إلى فرنسا في عهد الملك فرانسوا الأول في كوليج دو فرانس، وعندما اقترح هذه اللغة كلغة يعني شبه إجبارية ألح على أننا لا يمكن أن نتعلم العلوم
أو أن صلة إلى الفلسفة اليونانية إلا عبر طريق هذه اللغة التي كتب بها ابن سينا وغيره من الفلاسفة المسلمين. هذا الجدل ليس جديدا على فرنسا، فهو جدل قديم جدا، إلا أن السنوات الأخيرة عرفت إحباطا كبيرا في تراجع اللغة العربية، إذ أن في سنة 1986 كان عدد المتمدرسين في المدارس الإعدادية والثانوية 13500 شخص، تراجع إلى أقل من 5000 اليوم، وتراجع أيضا عدد الأساتذة إلى أقل من 300 أستاذ في التعليم الأهلي. ثم إن بعض المناطق الفرنسية لا تدرس فيها اللغة العربية، وفرنسا في نظري أنها رأت أن هذه اللغة تسيطر عليها جمعيات وتسيطر عليها هيئات أخرى وقنصليات، حيث أن مثلا القنصليات المغربية الجزائرية في إطار التعاون ما بين فرنسا وهذه الدول الذي يرجع إلى سنة 1983 يمدرس حوالي 120 ألف شخص. المساجد تدرس حسب إحصائيات وزارة الداخلية لسنة 2003 ما يفوق 400 ألف شخص. إذن فرنسا وجدت نفسها أن هذا التعليم يفلت منها، ولهذا استجابت للدعوات التي قدمها اليساريون بصفة عامة، فكانت هناك دعوات مثل ما قدمه لا بالإضافة إلى الدعوات من الجانب السياسي والجانب تقديم الخدمة إلى المواطنين الفرنسيين المهتمين باللغة العربية. تقول هذه أرقام ضخمة لمن يهتمون باللغة العربية ويدرسونها إما في المساجد أو في الجمعيات المكلفة بذلك. هناك أيضا من يتكلم عن كما يقول معهد مونتين، يقول بأنه هو معهد معروف هنا جدا في فرنسا وعتيق، يعني يقول بأن تعليم اللغة العربية هو سلاح أمام التشدد الديني. يعني أنت كيف تقرأ هذا؟ هل تتفق مع هذه الجملة؟ نعم، أنا أشير إلى أن معهد مونتين يتكون من كبار دبلوماسيين الذين اشتغلوا في وزارة الخارجية، وقد أصدر يعني قبل البارحة في جريدة لوموند يعني مقال طويل جدا حول إصلاح الإسلام في فرنسا. أنا أتفق مع هذا المعهد لأن الساهرين عليه هم من مناصرين تعليم اللغة العربية. فتعليم اللغة العربية نجد أننا أمام 7 ملايين يعني عربي في فرنسا و20 مليون مسلم في أوروبا، وهذا التعليم يجب أن تشجعه الدولة لأنه يدخل في إطار حوار ثقافات. فلا يمكن لفرنسا أن تظل كقوة يعني دبلوماسية عالميا إذا لم تهتم بهذه الثقافات. من ناحية أخرى، أن حسب الدراسات أن الأطفال المولودين هنا من أصول يعني عربية يجب أن تكون لهم هوية، وهذه الهوية لا يمكن أن تكون إلا بتدريس اللغة العربية وتدريس مبادئ الإسلام. فمثلا في المناطق مثل ستراسبورغ التابعة لنظام ألماني سابق يدرسون مثلا الإسلام في المدارس الأهلية. فاللغة العربية حاليا هي لغة تدرس ضمن اللغات الحية، ولكن للأسف نجد كثير من المعارضين لتعليم هذه اللغة من رؤساء المؤسسات ومن يعني حتى أولياء التلاميذ. وهذا تخوف. هل أنت ترى التخوف من تعليم اللغة العربية مرتبط بالتخوف ربما بعد العملية الإرهابية هنا في فرنسا؟ هل هناك ربط بالتشدد الديني أو هو الإرهاب؟ هو يمكن أن يكون هذا واحد من الأسباب، ولكن الأسباب متعددة. أن هذه اللغة هي لغة يعني المهاجر، فهي لغة العامل، فهي لغة ينظر إليها من أعلى. فالشيء المتداول حتى عند العائلات العربية يقول يجب أن أشجع ابني أو بنتي على تعلم اللغة الإنجليزية لأنها هي لغة المستقبل، وهذا شيء يعني خاطئ جدا، لأننا ونرى حاليا بأن كثير من المتمدرسين الذين يتعلمون اللغة العربية يحصلون على فرص شغل متعددة. فمثلا اللغة العربية في معهد العلوم السياسية في باريس يعني هناك حوالي 25 أستاذ، وهي تدرس في جامعة سوربون 1 و3 و2 و4 وفي كثير من يعني كليات التجارة. وهذا ما أشار إليه أيضا وزير الأول الفرنسي عندما قال بأن لغة المستقبل فعلا هي الإنجليزية، لكن وزير التربية الوطنية يقول بأن العربية ليست ربما لغة المستقبل من الجانب العلمي أو المهني، لكنها لغة أدبية قوية وتستحق أن تكون في المقالات الدراسية العربية. أشكرك دكتور يحيى لأني معي ضيفة. شكرا جزيلا دكتور يحيى. حتى ربما ننقل الصورة الحية، مواطنة فرنسية أم لأطفال فرنسيين لا تعرف ولا يعني لا تتكلم العربية، كيف ترى هذه اللغة كمواطنة فرنسية وخصوصا كأم
فرنسية لتلامذة فرنسيين وهي السيدة المحامية ليزيل ترانسلير. ليزيل بونسوار، ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. جو بوز لا كيستيون ا لا سيتويان فرونسيز كو فوز ات اي اوسي ا لا مامون فرونسيز كو فوز ات. اطرح السؤال بصفتك مواطنة فرنسية وايضا كأم فرنسية، ما رأيك بخصوص تعليم اللغة الفرنسية مثلا لك كمواطنة فرنسية ربما مهتمة بهذه اللغة وبهذه الثقافة وأيضا كأم فرنسية؟ comment vous voyez c'est quoi votre commentaire par rapport à l'enseignement de la langue arabe à vous en tant que citoyenne française peut-être curieuse de connaître la culture arabe et aussi en tant que maman pour vos enfants? Alors tout d'abord la langue arabe est vraiment magnifique, elle est en plus d'une grande richesse et il est malheureux qu'en France son apprentissage par les politiques publiques ne soit pas favorisé. C'est vrai que il serait important que dans les établissements scolaires l'apprentissage de l'arabe puisse se faire dès le plus jeune âge. Malheureusement ici en France pour apprendre l'arabe c'est très difficile de trouver un centre de formation qui dispense des cours vraiment adaptés à un public francophone. C'est vrai que le plus difficile est de trouver des cours adaptés à un public francophone parce que parfois l'apprentissage de l'arabe se fait mais pas de la meilleure des manières. نعم، هي تقول بأن تعليم اللغة العربية متوفر في فرنسا بأعداد كبيرة إما عبر الجمعيات أو منظمات أخرى لكنه ليس بالجودة التي تنتظرها هي كمهتمة بهذه اللغة وبأن تطوير طرق تعليم اللغة العربية هو شيء ضروري هنا في فرنسا. Je vous laisse terminer. Oui, voilà. Donc maintenant que vous entendez par exemple que dans votre école primaire, dans l'école primaire de votre quartier où vos enfants suivent leurs études, est-ce que si vous appreniez que l'école va présenter, va proposer des cours de langue arabe pour les enfants, vous serez plus rassuré ou vous direz que ça va se passer comme de façon académique, surveillé par l'État, surveillé par le ministère de l'Éducation nationale? هل إذا عرفت بأن أبنائك أو المدرسة التي يدرس فيها أبنائك تقترح دروس في اللغة العربية، هل سيجعلك ذلك مطمئنا كون هذه الدراسة ستكون حسب التسيير الإداري التابع لوزارة التربية الوطنية الفرنسية؟ Tout d'abord, il est vrai que j'accueillerai cette nouvelle avec une grande joie, car faciliter l'arabe aux plus jeunes, c'est vrai que c'est vraiment important, il faut y penser. Et en plus, voilà, c'est vrai que, comme vous dites, voilà, c'est vraiment fait de manière académique, je veux dire avec un réel travail, une réelle pédagogie, une pédagogie adaptée à un public francophone. سأكون سعيدة جدا لو عرفت ذلك وسأكون مطمئنة لأن أثق في النظام البيداغوجي الفرنسي الذي سيقدم لأطفالي تعليما جيدا. Voilà. Alors il est vrai qu'en plus, enfin, dans certains établissements, les personnes qui ne sont pas musulmanes n'ont pas envie, enfin, elles veulent apprendre seulement l'arabe littéral. Et alors qu'après, c'est vrai que vous avez aussi des personnes qui voudraient aussi apprendre l'arabe, mais aussi apprendre le Coran en plus. Mais pour faciliter. Il y a un côté arabe, il y a un côté français qui veut apprendre la langue arabe sans l'intérêt de l'islam. Et il y a aussi un côté qui veut apprendre l'arabe et aussi le Coran. Donc, c'est la difficulté. Du coup, il est vrai que si l'éducation nationale proposait des cours aux personnes, en même temps, celles qui ne sont pas musulmanes pourraient bénéficier de cours d'arabe et apprendre la belle langue et puis en même temps connaître l'histoire de cette langue et des pays avoisinants. Merci beaucoup, Lizel. تقول لي إذن في ختام مداخلتها بأن العربية هي إذن طريق لفهم الثقافة العربية والثقافة الدينية الإسلامية كذلك وفرصة للفرنسيين باكتشاف هذه الحضارة الجميلة وهذه الثقافة الجميلة. إذن نختم مشاهدينا الكرام النافذة المسائية من هنا من باريس. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.